أوصيكم بأمور لا تغفلوا عليها في يومكم وفي ليلكم. أكثروا في مجالسكم، في مشيكم، في بيوتكم، في أسواقكم، أكثروا من هذه الكلمة: أستغفر الله وأتوب إليه. فطوبى لمن وجد في صحيفته كثرة الاستغفار. امشي واستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. وما تقولش أني قلتها مياه، أنت ما قلت شيء، ما زال أنت تمشي، أنت في الدار، أنت في السيارة، أنت مع أهلك. أستغفر الله وأتوب له. في حياتك اليومية أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، يغفر ذنبك وتكفى همك. ومن كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانت تمشي لا تغفل: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وانت ماشي في هذه الدنيا أليظ بذي الجلال والإكرام. شو أنت أليظ؟ التزموا وأكثروا من قولكم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سادسا الدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في يومك حافظ على الصلوات الخمس، في يومك حافظ على وردك من القرآن، في يومك حافظ على أذكار الصباح والمساء، في يومك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. في يومك حافظ على النوافل الرواتب، ومن كل شهر صم ثلاثة أيام، ومن كل أسبوع صم يومين، أوتر في ليلك ولو بركعة، وإذا وفق الله بثلاث، وإذا وفق الله فبخمس، وإذا وفق الله فبسبع، وإذا وفق الله بتسع، وإذا وفق الله بإحدى عشر ركعة. هكذا تقضي يومك وليلك مع الله عز وجل.